والآن ننتقل إلى أبرز ما جاء في الصحف لليوم. نبدأ إذن من صحيفة الأخبار، حيث كتبت لينا فخر الدين: خطط لاغتيال جملات وتفجير معملي الجي والزهراني وفنادق في جونيا، السجن 160 عاما لأمير داعش في عين الحلوة. إذن ماذا في التفاصيل؟ أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن 160 عاما على أمير داعش في مخيم عين الحلوة عماد ياسين، بعدما أقر بالتخطيط لتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية، من بينها تفجير معملي الجي والزهراني واغتيال النائب السابق وليد جملاط واستهداف سوق النبطية وفنادق في جونية ومبنى قناة الجديد. 6 سنوات مضت على اعتقال مخابرات الجيش اللبناني عماد ياسين أمير تنظيم داعش في مخيم عين الحلوة وقائد الجناح العسكري لجندي الشام في عملية نوعية نفذت في حي الطوارئ في المخيم. فجر أمس أصدرت المحكمة العسكرية حكمها على ياسين المعروف بعماد عقل في الملفات الـ11 التي يلاحق بها. ابن الـ54 عاما حضر إلى الجلسة بلحية كثيفة غزاها الشيب وشاربين محفوفين مرتديا عباءة، وهو لم ينكر معظم الاتهامات التي وجهت إليه بعدما أقر علنا بانتمائه إلى المجموعات الإرهابية، وبدا بأجوبته الهازئة كأنه غير آبه بما ستصدره المحكمة، إذ توجه إلى جابر بالقول: لبتكني كتبوا. عرض عماد ياسين على تنظيم داعش استهداف كازينو لبنان وأحد المطاعم وفنادق في جونية وسوق النبطي والوسط التجاري لبيروت بهدف ضرب السياحة والاقتصاد اللبناني، واغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في حينه وليد جملاط لتغذية الفتنة في لبنان والدفع إلى وقوع حرب أهلية باعتبار جملاط من أذكى الشخصيات السياسية. وبعد استطلاع منزلي جملاط في كليمونسو والمختارة وبسبب التحصينات فيهما، استعاض عماد عقل عن الفكرة وخطط لاستهداف مقر قناة الجديد بسيارة مفخخة بسبب هجومها المتكرر عليه، إلا أنه اصطدم أيضا بالإجراءات الأمنية حول القناة. ووضع ياسين كل التفاصيل الآيلة إلى استهداف هذه الأماكن بواسطة حقائب تحتوي على عبوات الناس فيجري تفجيرها على مراحل، أو بواسطة شاحنات مفخخة، إلا أنه كان ينتظر تمويلها قبل أن تلقي مخابرات الجيش اللبناني القبض عليه بعدما دخل عناصرها متخفيين إلى حي الطوارئ في المخيم. ننتقل الآن إلى نداء الوطن. تجيب مصادر بارزة في المعارضة بالقول نداء الوطن أن انسحاب الرئيس من مبادرته لم يترافق وعودته إلى الدستور بأن يدعو إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتابعت معنى خطوة بر الجديدة أنه لا يريد الانتخابات الرئاسية. واعتبرت المصادر أن موقف لودريان الجديد يعني أن الممانعة تراكم خسائرها إذا كانت المبادرة الفرنسية داعمة لها وانتهت إلى غير ما تريد. وقالت: الأمور صارت في مكان آخر، فاللجنة الخماسية برمتها مع خيار ثالث. وتساءلت: لماذا لا تسمي الخماسية الأشياء بأسمائها ولو أدى ذلك إلى وقف وساطتها ما دامت الممانعة متمسكة بخيارها، أي ترشيح سليمان فرنجية؟ وخلصت المصادر إلى القول: الممانعة تستجر مقايضة وتدخلا أمريكيا لتحصل على ثمن. ننتقل الآن إلى النهار والقنبلة الموقوتة، أي النازحين. قنبلة النازحين الموقوتة، 700,000 سوري سيزحفون إلى المدارس. إذن كتب إبراهيم حيدر لليوم: يشكل ملف تعليم النازحين السوريين هذه السنة قنبلة موقوتة، تتدفق أعداد جديدة للالتحاق بالمدارس الرسمية والخاصة مستفيدة من دعم الجهات المانحة. وفي آخر إحصاء للأولاد السوريين النازحين في عمر المدرسة بين 3 و17 سنة، أكدتهم مصادر متقاطعة من مفوضية اللاجئين واليونيسف، فإن عددهم اليوم يتجاوز 700,000. توقعت وزارة التربية تشير إلى أن عدد التلاميذ السوريين سيرتفع في السنة المقبلة إلى أكثر من 220,000 تلميذ في دوامي بعد الظهر الذي يستوعب العدد الأكبر، وقبل الظهر الذي يتوقع أن يرتفع عدد التلاميذ السوريين فيه إلى 35,000، وسيزداد العدد في الثانويات بعد نجاح أكثر من 5,000 تلميذ سوري في الشهادة المتوسطة. تدفع الجهات المانحة عن كل تلميذ سوري في الرسمي $140 مخصصة لصناديق المدارس الرسمية، إضافة إلى $18 لصندوق الأهل عن كل تلميذ لبناني. وتفيد المعلومات أن المانحين يشجعون المدارس الخاصة على استقبال المزيد من السوريين بهدف تسجيل أكبر عدد من النازحين للمزيد من الدمج.
مشاهدينا، من موضوع النازحين السوريين نبقى ضمن التحركات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني، من سحب مبادرة الرئيس بري إلى دعوة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى خيار ثالث، وماذا عن مغادرة السفير السعودي وليد البخاري إلى الرياض؟ كل هذه التفاصيل أناقشها مع الصحفي في الاندبندنت أريبيا توني بولوس. صباح الخير. صباح الخير لارا، صباح الخير لجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. إذن توني، ليلا غادر السفير السعودي وليد البخاري من بيروت، وروج أنه غادر على عجل ما حقيقة هذا الموضوع؟ يعني في الواقع المعلومات تشير إلى أنه السفير وليد البخاري غادر بشكل طبيعي على ضمن إجازة كانت مقررة مسبقا وذهب، وبهذا الإطار كان أيضا مجدول أنه يكون في لقاء مع المستشار العلاولة في الرياض، إضافة إلى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. فهذا اللقاء اليوم أهميته بأنه يأتي بعد إعلان رسمي للودريان أنه المبادرة السابقة اللي كانت مبنية على معادلة السلام الفرنجية ونواف سلام خلصت وانتهت، وعم نبحث عن أسماء جديدة، واليوم عم بيصير في نقاش على عدة أسماء يتم طرحها ومناقشتها مع الموفد القطري اللي هو عم يلعب دور مباشر وعم يكون على تماس مع كافة القوى السياسية، وراح يظهر دوره أكثر وأكثر في المرحلة الجاية. هذا لا يعني أنه لودريان ما راح يجي بقى على لبنان أو ما راح يكون له دور. بطبيعة الحال الفرنسيين ما راح ينسحبوا من الساحة اللبنانية، عندهم الإصرار يكونوا موجودين في لبنان، ولكن من يعني صاروا ما بقى فيهم يتفردوا مثل ما كان الوضع سابقا، ويكون عندهم اقتراح لمبادرة ذاتية، لأنه توصلوا لاكتشاف أنه من المستحيل تمرير هكذا معادلة، لا الجو الإقليمي بيسمح بهذا الأمر ولا التركيبة الداخلية اللبنانية بتخلي الفرنسيين يكون عندهم تفوق على الدول الأخرى ويفرضوا معادلة بالداخل اللبناني. فلذلك أهمية هذا الموضوع، أهمية هذا الاجتماع اليوم، يأتي على خلفية أو بعد استطلاع جو قام فيه الموفد القطري إلى لبنان من بعد ما انتهت رسميا المبادرة الفرنسية. اليوم الذهاب باتجاه مناقشة أسماء جديدة، وبالفعل في عندنا حوالي 3 أو 4 أسماء يتم نقاشها خارج إطار الأسماء اللي كانت مطروحة سابقا، لا تكون أو للتوصل لأحد يكون مرشح تسوية بالمرحلة المقبلة. نعم توني، لوحظ تبدل بالمشهد الرئاسي، يعني الرئيس بري يسحب مبادرته، جان إيف لودريان يؤكد أنه ذاهب إلى خيار ثالث حتى مع الخماسية، ما هو برأيك سبب هذا التبدل السياسي أو المشهد السياسي؟ يعني هو مرتبط بشقين، الاول يعني لودريان والرئيس بري كانوا على تنسيق، يعني الدعوه للحوار وطرح المعادله الفرنسيه كانت مرتبطه ببعضها، وبنعرف انه من البدايه المبادره الفرنسيه انطلقت بتنسيق وتماهي كامل مع حزب الله وحركه امل، واللي كانت محاوله تمرير سلام فرنجي. من بعد سنه تحديدا بالضبط على هذا الامر انتهت هذا المشوار، خلص وعرفوا انه في استحاله يقدروا يوصلوه ويكملوا بهذا المسار. من هذا المنطلق الفرنسيين تراجعوا، ومن هذا المنطلق رئيس بري شايف انه ما في دعوه للحوار، ما في استجابه. رئيس بري والثنائي الشيعي بدهم الحوار مش للاستمرار بترشيح سلام الفرنجيه، ولكن هن بيقولوا عنا مرشح، طيب نحن ليش ما نتراجع عنه دون ثمن؟ القضيه هي بالثمن اللي بده اياه الثنائي الشيعي مقابل انه يتخلى عن سلام الفرنجيه. اللي اجهد هالثمن لحد هالساعه رفض المعارضه الحوار، لانه عارفين مسبقا الحوار شو، يعني ما في بنود، هي قضيه انتخاب رئيس جمهوريه، القضيه انه كل واحد متمسك برئيس. هو طرح الحوار من باب حزب الله وحركه امل انه تعالوا نقدم سلام فرنجي على طاوله الحوار، نتخلى عنه ولكن ناخذ ثمن داخلي بتسويات حكوميه او بحصص وزاريه مقبله بمواقع اساسيه، في عندنا مواقع شاغره كبيره بالمرحله الجايه من قياده الجيش، من مصرف لبنان لمدير عام امن العام الى اخره، مجموعه من المواقع الاساسيه بده يحط حزب الله من خلال طرح التخلي على عن سليمان فرنجي كمرشح رئيس الجمهوريه. وايضا حزب الله عم بيجي يقول انه انا بتخلى عن سليمان فرنجي
في حال كان في حديث مع الأمريكيين بشكل مباشر، وكان في صفقة إقليمية كبيرة وتسوية تشمل مرحلة جديدة من غض النظر عن سلاحه ويعني والاعتراف فيه كتنظيم كعسكري كبير. مش هيك عم بتزامن هالأمور مثلا مع إعلان سابق إنه والله حزب الله صار عنده مطار عسكري يستقبل طيران استطلاع أو طيران درونز أو غيره. كل هالموضوع منه صدفة، حزب الله عم بجرب يقول نحن صرنا انتقلنا من شيء اسمه مقاومة، صرنا جيش نظامي موجود بهذا البلد، ما فيكم أي معادلة تتخطونا، الدولة اللبنانية ما عندها أي ملف تسلمه وتناقشه، نحن اللي عنا. فتزامن ملف إظهار قوة حزب الله عبر المطار وتدريبات وغيرها مع الملف الفلسطيني مع ملف فلتان الحدود بين لبنان وسوريا، هي كلها عم بجرب يقول لحزب الله للمجتمع الدولي تعالوا نعمل حوار ونحن مستعدين نناقش عود الملفات، نحن اللي فينا نقدم اوراق تنازلات او تسويات، الدوله اللبنانيه ما قدرت تقدم شيء، ما فيها ما عندها اي ملف بيدها. فلذلك اليوم بعد وصل لمطرح اصرار المعارضه على رفض هذا الحوار يلي كانت محقه فيه برايي، لانه كان حوار استجلاب على ياخذوها لهون لنقاشات وصفقات بديله وغيرها، وبالتالي عملنا اطار تنظيمي معلب رحنا فيه على المجلس النيابي واتفقنا فيه، وبالتالي حطينا خطه للمجلس النيابي وخطه وزاريه للمرحله المقبله وانتجنا كل التعيينات خارج اطار المؤسسات مثل ما بصير بالعاده. لذلك وصل الرئيس بري شاف انه الحوار المعارضه رافضه وبالتالي ما في حيور نفسه اخر شيء، وايضا الفرنسيين شافوا حالهم بافق مسكر من بعد الاجتماع الخماسي اللي صار على هامش مؤتمر الامم المتحده بنيويورك، شافوا انه في مرحله جديده. بكل تأكيد نحن انتقلنا بعد سنة من الفراغ الرئاسي إلى مرحلة جديدة، هاي المرحلة الجديدة عم بطرح فيها عم يصير فيها طرح أسماء جديدة، ورح نشوف بعض الأسماء تظهر بالمرحلة المقبلة. منا الثابت يلي هو قائد الجيش بعده ضمن هالأسماء، ومنا أضيف يعني حوالي ثلاث أو أربع أسماء أضيفت، ليس في نقاش لأن المبادرة القطرية ما فيها تيجي تطرح بس اسم واحد، عم تطرح مجموعة من الأسماء مع قناعتها ومع هيك اقتناع جو معين إنه قائد الجيش هو الأفضل. ولكن الصعوبة بالموضوع إنه أي تسوية بتجي من برا في خمس أو ست قوى موجودين في لبنان ما فيها تمرق إلا ما الخمس ست قوى يكونوا موافقين عليها، لأنه كل طرف عنده فيتو عليها. إذا بقي مصر الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر على فيتو على قائد الجيش، هذا الأمر بيسقط هيك نوع من التسوية وبيخلي المجتمع أو المجتمع الدولي أو الإقليمي يطرح أسماء تانية. لذلك هلا عم نشوف هذا يعني هالنقاش على أسامي جديدة مع وجود قائد الجيش بصلبة. نعم، وتوني هذا يعني كمان فشل المبادرة أو إعلان مبكر لفشل المبادرة القطرية، بما أنه كمان الثنائي يعني لن يتخلى عن اسم سليمان فرنجي ويسير بمرشح ثالث. يعني الثنائي يريد الثمن كما اشرت، الثنائي يدرك تماما باي معادله ما في يوصل سليمان فرجي او اي مرشح اخر هو بيسميه، لسبب انه الموازنات الداخليه بالمجلس النيابي ما بتسمح له هذا الامر، ونفس الشيء على المستوى الدولي. اليوم الثنائي شايف طيب انه اوكي عنده هو استحق الغاز والنفط وغيره واستغراجهم، هي كمان بدها علاقات دوليه، وهي لحتى تمشي بده يكون في حد ادنى من المؤسسات ماشي في لبنان، فلذلك هو ما بقى قادر يحمل فشل الدولة اللبنانية، بده يستجلب أي حوار خارجي ليروح عليه، فبالآخر بده يعمل الثنائي الشيعي واصل للحظة بده يتخلى عن سليمان فرنجية، ولكن هو مصر إصراره لرفع السقف ولرفع ثمن هذا الأمر. يعني منا أكثر من هيك اللعبة بالنسبة للثنائي، والأمور يعني مش هيك يعني بدل ما تكون التسوية قريبة كثير، تعنت الثنائي عم بيأخر هالتسوية لمراحل أخرى. بوقت في عندنا زخم دولي ورا المفاوض القطري، وبالتالي الوساطه القطريه ما بعتقد قادره تفشل، لانه الوساطه القطريه عندها تاثير كبير في طهران وقادره تحكي مع الايرانيين بشكل مباشر، ونعرف انه حتى حزب الله له مصلحه ما يتخلى عن علاقه معينه تربطه بايران، لانه اخر شيء في بعض الدول بعدها محافظه على خيوط مع خيوط تواصل مع حزب الله، إذا قطع سواء مع الفرنسيين أو حتى القطريين بيصبح حزب الله معزول تماما، ما قادر يحكي مع أي دولة خارج لبنان. فلذلك برأيي الدور القطري مهم جدا، لأنه قادر يحكي مع الجميع وقادر يتواصل مع كل الأطراف وعم بيقدم
طروحات وتواصل مع الجميع بشكل منطقي وعلمي. نعم، أنا بدي أتشكرك الصحفي في الاندبندنت أريبيا توني بولس على هذه المداخلة.